هذا آيفون 15 برو ماكس، الهاتف الأقوى لدى أبل حالياً والتي تدعي أنه الأفضل في سنة 2023. وهذا شاومي 13 ألترا، أحدث رائد من شاومي بمواصفات وتقنيات مستقبلية وكاميرا لا تضاهى. اختيار هاتف على الآخر لن يكون قراراً سهلاً أبداً. هذه مقارنة بالأرقام بين 13 ألترا و 15 برو ماكس لتسهل عليك الاختيار. أولاً التصميم والمصنعية. المصنعية أولاً في شاومي 13 ألترا، الظهر بملمس جلدي مريح مقاوم للخدوش وأثار بصمات الأصابع مع انحناء واضح في الظهر تحت نافذة الكاميرات، والإطار من الألومنيوم. في آيفون 15 برو ماكس، الظهر من الزجاج المتين الذي تقول عنه أبل إنه مقاوم للصدمات والجروح وأثار بصمات الأصابع بخيارات الألوان المطفية. الجهاز مسطح بالكامل وبإطار من التيتانيوم بصلابة أكثر وخفة في الوزن بانحناءات طفيفة تسهل حمل الجهاز. كلا الهاتفين مقاومان للماء والغبار بمعيار IP68. في الأمام شاومي 13 ألترا يقدم واجهة بجوانب منحنية وزوايا دائرية مع ثقب الكاميرا في المنتصف. الإطارات نحيفة جدا وتم دمج مستشعر بصمة بصري أسفل الشاشة. آيفون 15 برو ماكس بشاشة مسطحة من كل الأطراف وزوايا دائرية مع تصميم الجزيرة الديناميكية الجديد في الأعلى، وتضم الكاميرا الأمامية ومستشعر فتح الهاتف بالوجه. في الخلف ما زالت أبل ثابتة على تصميم نافذة كاميراتها الكلاسيكي، نافذة مربعة بثلاث عدسات بارزة بقطر كبير مع مستشعر لايدر وفلاش LED. شاومي 13 ألترا تقدم نافذة كاميرات دائرية ضخمة بتصميم مستوحى من عدسات الكاميرات الرقمية القديمة. يوجد أربع عدسات ومستشعر TOF3D مع عبارة لايكا في المنتصف، وهي الشركة المطورة لعدسات الهاتف. هاتف شاومي أطول وأسمك من آيفون، لكن الأخير أعرض وأخف وزنا من شاومي. لمعلومات أكثر إليكم الجدول التالي. ثانياً الشاشة. شاومي 13 ألترا جاء بلوحة أموليد مقاس 6.73 إنش بدقة كواد HD بلس وكثافة 522 بكسل في كل إنش، مدعمة بتكنولوجيا LTPO لمعدل تحديث يتغير ديناميكياً من 1 إلى 120 هرتز للحفاظ على الطاقة، مع سطوع عال أقصاه 2600 شمعة، وتدعم عرض مليار لون مع دعم لتقنيتي HDR10 بلس ودولبي فيجن، وعليها زجاج حماية غوريلا جلاس فيكتوس. آيفون 15 برو ماكس بلوحة أوليد بمسمى سوبر ريتينا XDR مقاس 6.7 إنش بدقة تقارب كواد HD بلس بأبعاد 1290 × 2796 بكسل وبكثافة 460 بكسل في كل إنش. جاءت الشاشة بتقنية LTPO تطلق عليها أبل بروموشن لمعدل تحديث ذكي يتغير ديناميكيا لغاية 120 هرتز كحد أقصى للحفاظ على الطاقة. سطوع الشاشة يعد عاليا تحت إضاءة الشمس ويصل لغاية 2000 شمعة، لكن ليس أعلى من هاتف شاومي. تدعم تقنيتي HDR ودولبي فيجن بالإضافة لميزة Always On Display مع طبقة حماية من السيراميك مقاومة للصدمات والخدوش. وإليكم تفاصيل مواصفات الشاشة. ثالثاً الأداء. شاومي 13 ألترا يعمل بمعالج سناب دراجون 8 الجيل الثاني بثماني أنوية وتردد أقصاه 3.2 جيجا هيرتز ومعمارية 4 نانومتر. يأتي بخيارين من الرام، الأول 12 جيجا بايت مع سعة تخزين 256 جيجا بايت، وخيار 16 جيجا بايت مع سعة تخزين 512 جيجا بايت أو 1 تيرا بايت. في السوفتوير يعمل بنظام أندرويد 13 مع واجهة ميو آي 14 الخاصة بشاومي. آيفون 15 برو ماكس يعمل بمعالج أبل الأحدث A17 برو. تقول الشركة إنه أول معالج مصنع بمعمارية 3 نانومتر، ما سيعطيه قوة وكفاءة عالية في العمل ومعالجة الاستخدام المكثفة وتعامل أذكى مع البطارية لتصمد لساعات أطول. لم تذكر أبل سعة الرام المتاحة في الجهاز، لكن تقارير نشرت بعد المؤتمر كشفت عن قدوم الجهاز ب 8 جيجا بايت رام مرفقة بثلاثة خيارات من سعة التخزين 256 أو 512 جيجا بايت أو 1 تيرا بايت. ويعمل الهاتف بنظام iOS 17 الأحدث. وإليكم تفاصيل العتاد الداخلي. رابعاً الكاميرات. يقدم آيفون كاميرا رئيسية بمستشعر كبير جداً كما قالت أبل، لم تحدد حجمه، بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 1.78، تدعم التثبيت البصري OIS. الكاميرا تأتي بميزة دمج البكسلات للحصول على صور 12 أو 24 ميجا بكسل بحجم بكسلات أكبر، ما يجعل الصورة أكثر دقة بتفاصيل أعلى، وتدعم أيضاً ميزة التقريب بصرياً مرتين مع الحفاظ على الجودة. العدسة الثانية تيليفوتو بيروسكوبية بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة 2.8
تدعم التقريب بصريا حتى 5 مرات وتدعم التقريب الرقمية 25 مرة. عدسة الترا وايد بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة 2.2 بالإضافة لمستشعر لايدر متطور خاص بحساب العمق والتقاط صور بورتري احترافية. في الأمام كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة 1.9 مرفقة بمستشعر ترو ديبث لحساب العمق. شاومي 13 الترا تجبر على مستوى الكاميرات، قدم في الخلف 4 عدسات بدقة 50 ميجا بكسل بالإضافة لمستشعر TOF 3D لحساب العمق والحصول على عزل دقيق. الرئيسية تتميز بمستشعر ضخم حجمه 1 إنش قادر على تقديم صور بتفاصيل جد واقعية، وتأتي العدسة بفتحة متغيرة من 1.9 إلى 4.0 حسب ما يريد المستخدم التركيز عليه. للحصول على صور بتفاصيل عالية عليه التحويل للعدسة الضيقة، ولصور أكثر سطوعا عليه بالفتحة الواسعة. وتدعم العدسة التثبيت البصري OIS كما جاءت مرفقة بمستشعر ليزر للتركيز التلقائي. جهاز شاومي أيضا بعدستين تليفوتو، واحدة للتقريب بصريا 5 مرات أو رقميا 50 مرة مع دعم التثبيت البصري، وأخرى تدعم التثبيت البصري أيضا والتقريب لـ 3.2X. الكاميرا الأخيرة ألترا وايد للتصوير الواسع، وبالأمام كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة 2.0. وإليكم تفاصيل الكاميرات. خامسا الصوت. كلا الهاتفين يدعمان صوت السيريو مدعم بتقنية دولبي أتموس. الآيفون يستعين بسماعة المكالمات كسبيكر ثاني، بينما شاومي 13 ألترا مدمج بسماعة ثانية في الأطار الأعلى لصوت بجودة أعلى وأفضل. ولا يحتويان مدخل 3.5 مم لتوصيل السماعات السلكية. توصيل السماعات في الهاتفين عبر مدخل USB-C، كما أن علبة الجهازين لا تحتوي سماعة سلكية. سادسا الاتصال. آيفون 15 برو ماكس لا يدعم تركيب شريحة فيزيائية. على المستخدم التحويل لشريحة إلكترونية eSIM ويسمح بإضافة شريحتين إلكترونيتين. هاتف شاومي بالمقابل يدعم شريحتين فيزيائيتين ولا يدعم الشرائح الإلكترونية، وكلا الهاتفين يدعمان شبكات الجيل الخامس 5G. آيفون يدعم ميزة الاتصال بالطوارئ عبر الأقمار الصناعية في حالات الحوادث أو حدوث وعكة صحية ولا وجود لإشارة الشبكة، كما جاء آيفون 15 برو ماكس لأول مرة بمنفذ تايب سي من نوع USB 3 يتيح سرعة كبيرة في نقل البيانات. سابعا مميزات إضافية. في نقطة الحماية اعتمدت شاومي ألترا مستشعر بصمة بصري لفتح الجهاز، بينما اعتمد آيفون مستشعر التعرف على الوجه كالمعتاد. شاومي أدمجت الكثير من مميزات في الكاميرا الخلفية بمساعدة لايكا للحصول على أفضل جودة ممكنة. أبل أيضا لم تكن بخيلة في مميزات مثل التقريب البصري في الكاميرا الرئيسية وتقنية HDR المحسنة والوضع الليلي الذي تطور بشكل كبير. وللجيمرز سيحظون بتجربة لعب فريدة من نوعها بفضل معالج أبل الجديد، خاصة مع دمج ميزة تعقب شعاعات الضوء Ray Tracking المحسنة، ما سمح أيضا إمكانية لعب ألعاب الكونسول على الهاتف. جهاز شاومي هو الآخر يقدم غرفة تبريد ضخمة بتقنية آيس لوب للحفاظ على درجة حرارة الهاتف معتدلة أثناء حصص اللعب، ما يجعل الهاتف يعطي كفاءة أعلى أثناء اللعب. أيضا جاء شاومي بمستشعر إنفراريد إضافي في الأعلى يتيح للمستخدم التحكم بأجهزة ذكية كالتلفاز والتكييف فقط من جهازه. ثامنا البطارية والشحن. سعة بطارية 15 برو ماكس لم تذكر بشكل رسمي في المؤتمر. في الموقع كشف أن الهاتف يصمد لـ 23 ساعة من وضع الفيديوهات المتواصلة، ويمكن شحن 50% من سعة بطاريته في نصف ساعة مع شواحن 20 واط فما فوق. ويدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط ماكسيف التي تستخدم مغناطيسا دائريا أسفل الزجاج الخلفي للهاتف، بالإضافة للشحن العكسي بقدرة 7.5 واط، وهنا الشاحن لا يأتي مرفقا مع الهاتف داخل العلبة. شاومي 13 ألترا مزود ببطارية 5000 ملي أمبير بقدرة شحن صاروخية تصل إلى 90 واط، يمكنها شحن الهاتف كاملا في غضون 35 دقيقة، وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط، وأخيرا شحنا عكسيا بقدرة 10 واط. الشيء الجميل أن الشاحن السريع يأتي داخل العلبة ولن تضطر لشرائه منفصلا. تاسعا التوفر والسعر. يبدأ سعر شاومي 13 ألترا من 884 دولارا لخيار رام 12 جيجا بايت وسعة تخزين 256 جيجا بايت، مع العلم أنه السعر المكشوف عنه في حدث إطلاق الجهاز في الصين، وسيأتي الجهاز باللون الأخضر والأسود والأبيض. آيفون 15 برو ماكس يبدأ من 1199 دولارا لأقل نسخة 256 جيجا بايت، وسيتوفر باللون الأبيض والأسود والأزرق والبني الفاتح.